الرياض تفتقد ألوانها أشكالها طلعتنا وهي تزهو في ظلال الخطيب. وطار الخمائل إذ ذهت وتمايلت أطفالها شدوا طروبا شدوا طروبا بظلال الخطيب. وتناثرت باغات ود جارف فكر أصيل فتعال نقتصب الحماس في ظلال الأصيل. مساء الخير على كل مشاهدي برنامج ظلال الأصيل. نختتم أمسية الظلال اليوم مع شاعرة. هذه الشاعرة هي تكتب للحب والخير والوطن والمطر، وأيضا هذه الشاعرة لها أسلوب مختلف في الكتابة. إذن تحية المساء هي تحية حب وتقدير، كلمات ملؤها التفاؤل والحلم بغد أجمل بإذن الله تعالى. رحبوا معي بالشاعرة التي حنغوص في هذه الشخصية ونصبر أغوارها الشعرية ونتحاور معها بهذه الكلمات الجميلة وتسمعنا شعرا مما صاغته يداها الشاعرة وئام كمال. مرحب بك وئام، مساء الخير عليك في ظلال الأصيل. مساء النور يا ريهام، مرحب بك. وئام أسلوب مختلف في الكتابة ومفردات مختلفة، المشاهد كمان حيتعرف على إن شاء الله من خلال هذه الحلقة مما حتسمعينا منه إن شاء الله. من وين بتستمد القدرة على الإبداع والكتابة بهذه المفردات؟ الكتابة ككتابة، إنه زول ممكن يكتب شعر أو ممكن يكتب خاطرة أو ممكن يكتب. القدرة على صياغة الكلام عموما حتى بعيدا عن الشعر بتجي دائما من البيئة اللي أنت عايش فيها، من الناس اللي حولك، من أسلوب المخاطبة، شكل الحوار اللي بيتم في البيت، في المدرسة، اهتماماتك، حتى في التلفزيون، الحاجات اللي انت بتحضرها، الحاجات اللي انت قمت عليها من الطفولة، دي كلها حاجات بتنمي عند الزول أو ما بتنمي، يعني حسب شكل الحاجة دي الزول بيكون شكل صياغته للكلام. عشان كده بتلقي انه احنا مثلا في بلداننا بمجرد ما انه الزول يتكلم معك انت بتعرف انه الزول ده من وين او مهنته شنو، او ممكن حتى تقيم انه هو شخصيته شنو من طريقه كلامه او من صياغته للكلام. الشعر كصياغه موضوع مختلف، يعني الشعر موهبه وبعد ذاك تنميه القدره الشعريه والصياغه الشعريه مكتسبه، يعني هي من خلال القراءه الكثيره، المتابعه. طيب اشرح لنا الجو، هذا الجو الصحي اللي اداك قوه على انك انت هذه الموهبه تقدري تنميها وتحافظي عليها ويكون عندك قدره على صياغه الكلمات شعرا. الان الجو الاسري، شكل البدايه، شكل الجو اللي تربيتي فيه والقراءات اللي طلعت عليها اللي خلت من وئام تكون شاعره. يعني بدايه المنزل، البيت. الوالد إنسان مثقف جدا، بينتقي كلماته وتعابيره اللي بيتكلم بها. والدتي زولة حساسة، يعني الحاجة لو حست إنه هي ما في مكان ما بتقوله، لو عايزة توصل لك المعلومة بتحاول إنها توصلها لك بأرق صورة ممكن أنت تتقبليها بها يعني. فأنا قمت لقيت ناس في البيت بيتكلموا كده، يعني ده طريقتهم، ده أسلوبهم، هادين يعني عموما. بعد كده بيجي المدرسة، الجمعيات، الاهتمامات الشهريه، اللغه العربيه وجمعيات اللغه العربيه والمنافسات، المسابقات. اديتيني احساس انك انت مقله وصامته دائما طول الوقت مع انك شعره، يعني ده صحيح؟ يعني ما دائما في الواحد بيتكلم لما يكون مفروض انه يتكلم او الوضع بيحتاج حاجه الكلام. غير كده انت استمع للناس عشان تقدر تستفيد يعني من الناس اللي حولك. يعني الجو ممكن نقول عليه هو جو كان شفاف واكثر حساسيه، يعني حتى الجو أيوة الاسري اللي انت تربيتي. ايوه جدا فيه. وبعدين يعني انا قلت الكلام ده قبل كده، يعني انا عشت في غربه وبكتب اسا بالعاميه السودانيه، يعني حتى مرات القديمه البيت ما كان، يعني كان ممنوع فيه انه انت تتكلم بلهجه غير اللهجه السودانيه. والقاعده في وسط التربيه بتاعت الحبوبات وكده بتديك دائما انت صوره مختلفه، يعني
شكل مختلف. حتى في الغربة كان في جودة موفر لك؟ كان متوفر أيوة. يعني كانت في يعني فترة التبتبة حقت الحبوبة الحكايات حقتها والكلام اللي بتحسيه والأمثال الأول مرة تسمعيها، ما متداولة في البيت وما متداولة يعني في المجتمع السوداني. ما خلتك بعيدة عن المفردة السودانية أو العامية السودانية؟ هي عموما عاميتنا تقريبا هي أقرب للفصحى، دائما ما يقال هذا إنه العامية السودانية هي أقرب للفصحى. هي عموما لانه السودانيين اصلا حتى كحضاره نوبيه او كذا يعني، وانه اصل العرب والسيده هاجر، وانه الحضاره النوبيه كيف اثرت في صياغه اللغه العربيه لغه قريش وكذا، ده موضوع مختلف يعني طويل. نعم. لكن في ارتباط كان باللغه العربيه حتى من قبل يعني دخول الاسلام او تعريب اللسان الافريقي في السودان. نعم. طيب سمعينا من هذه المفردات اللي حاسه بانك انت حتى وانت بتكتب عنها ما بعدتي منها، بالعكس وبالعاميه القديمه جدا كمان. طيب احنا اصلا بنتكلم عن الكلمه والكلام والمفرده. ففي نص اسمه شيطان الكلمه. نسمع هذا الشيطان. فهو بيقول شيطان الكلمه اللي تلبس لسنات الحال الجول انفاك، شيطان الكلمه اللي تلبس لسنات الحال الجول انفاك، واللهفة اللي من بدري تهبشت بالمس الصعبة من الأشواق، خلوا الدمعات الشاشة خفيف تغلب لقاطة من الدفاق. ويا دنيا يا دنيا قدر ما أجري عليك ألقاك بتتلقيني محن، وأنا لي في زارك ديما وطن، في حبتك أنا بتجنن جنوة عولك في زارك عولاق، وأنا كل ما أرفع راسي وأقوم تردمني مصايبك يوم هموم، وتشاب عليه طاقات اليوم ما أصل الشوق جواي تاواك بيتاوق لي حاضرنا الني، ومرات القاو بيتاوق لي وينسل من جواي الضيلة، ويومك تاح الضيرة قراق ويلوم زمن انجار بالحيل، وتذكر زمن المليون ميل يا زمن الحسر الملة النيل. أنا شن سويت شان كل ما أقول أملاك وصالتك بسنفراق، وأنا لامن بعت الحس والصوت، كنت لين وبلعك فج روحي، وما كنت قايل إني ببيع روحي، وأنا بعت السم قبال بوحي وخابرين طباخ السم ضواق، وأنا ضقت الزل كشحت دموم ونزلت عليك في الزار محموم، ترميني وأقوم ما الدم الساندل جوف تراب والحنة المالي الطين، ما حاك حرفي الممسوس غبة وما فاك، شيطان الكلمة اللي تلبس لسنات الحال القول انفاك، واللهفة من بدر تهبشت بالمس الصابة من الأشواك، خلوا الدمعات الشاشة خفيف تغلب لقاطة من الدفاك. أعوذ بالله من هذا الشيطان وهذا المس. حنرجع نتواصل مع وئام ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي، خليكم معنا. استوديو الشاعر وئام كمال. وئام، الاغنيه اللي سمعنا لها دي بترجعنا لحوارك قبل ما المفردة. تسمعين النص ايوه عن المفرده العاميه والعاميه البحته او العاميه القديمه. لما تسمعي مثل هذه الاغنيات باب الصنط بترجعك لمفردات سودانيه قديمه، النفاج، السكسك، المنظوم، كلها ايضا مفردات سودانيه وعاميه سودانيه. مثل هذه المفردات او مثل هذه الاغنيات شنو بتبوح لك وبتخليك تتذكري شنو بتخليك تربطيه في خيالك بمفرده شعريه، يعني احساس الشاعر في الحته دي؟ الجميل في المفرده السودانيه القديمه إنها بالرغم عروبتها يعني إنها مفردة عربية، إنها بتوصف لك شكل الأفرقة يعني السكسك والنفاج وشكل البيوت وشكل الأبواب. نحن هجين يعني عربي أفريقي. فإذا كان لساننا يعني لسان عربي فلوننا أفريقي وشكلنا أفريقي وأدواتنا وحاجاتنا أفريقية. المسميات العربية مع الحاجات عملت الأفريقية حقتنا عملت جناس مختلف، شكل الهوية السودانية وشكل الكلمة وبعد ذلك شكل الأغنية. بتفتكر إنه دي ممكن تكون سر التنوع أو سر الإبداع الإفريقي أو السوداني عموما، باعتبار إنه السودان أيضا هو بلد متعدد الأجناس، متعدد السحنات، متعدد اللهجات، القبائل، برضه هو سر
وغني جدا بالتنوع المختلف، بتخلي الشاعر او المبدع منا يكون عنده احساس مختلف واحساس لا يموت واحساس خلاق لكله. يعني هي التعدديه دائما كويسه في كل حاجه، يعني كويسه في المفرده، انه انت تكون عندك مفرده عندها اكثر من ثقافه. عندنا احنا مفردات نوبيه، مفردات اصلا افريقي بحت. التعدديه كويسه في المفرده، كويسه في صياغه البني ادم، انه هو يكون في حته فيها ثقافات مختلفه، فيها اجناس مختلفه، كويسه حتى على نطاق السياسه او على نطاق اي شيء ثاني. التعدديه بتخرج مزيج، والمزيج بيجيب لك ثقافات مختلفه انت بتستفيد منها، بتضيف لك وبتضيف ليها. بتفتكري انه معون وئام الشعر واسع لكل هذه التعدديه او التعددات المختلفه الموجوده في السودان باختلاف لهجاتي؟ يعني بحاول انه انا استفيد من كل الثقافات السودانيه، لانه كل ثقافه مختلفه، تراثها مختلف، الارث الفكري اللي انت بتاخده منها، طريقه الحياه، الصفات مختلفه، ففي كل حته انت بتلقى شيء جديد. اكيد انه اي حاجه جديده بتضيف لك، يعني بتخلي انت لهجتك مختلفه، طريقه كتابتك وصياغتك، بتديك لوحات ثانيه، يعني صور مختلفه انت تكتب فيها، تصيغ بطريقه مختلفه كل مره. نعم، نسمع شعر، تختار لنا شنو؟ طيب في نص، احنا بنتكلم عن السودان والحاجات المتعدده وكده، في نص اسمه طارح ليل. طارح ليل بيتكلم عن الغربة وعن المحبوبة في الغربة. كان عنده ملهمة خاصة، يعني هي صديقتي اسمها دكتورة ياسمين، أنا بحييها والله من هنا. كانت ملهمة بالنسبة لي؟ أيوة طبعا، هي يعني صديقة الطفولة وصديقة الغربة، وبالنسبة لي إنه أنا أجي وهي تكون لسه هناك، كان يعني موضوع لازم، ما بقدر إنه أنا أتجاوزه يعني وما أكتب فيه. وهي زولة بتشبه البلد، يعني بتشبه البلد كل تفاصيلها مختلفة. أيوة بتشبه البلد جدا. فبتقول: يا حلوة حلاوة الروح ومأصلة زي النيل، ومجهجها حرف البوح، ولسانه الأصل تقيل، يا ساكنة الظلمة ساكنة الظلمة وضوح، ومعلمة ضل الميل، ويا طيفك لما يلوح أشواقه تهد الحيل، ما الشوق جاي الدبة في الجوف الأصل عليه، هو الهد جموح الغربة والصبر الخلت جميل، ده الحسن الفيك تصبة والنبع مدفك سيل، يا محرك خيل الرغبة وصفارتك تسجل خيل، يا مدوزنة فيني الكلمة معزوفة ولحن جميل، مستني بتين متلمة واللمة طريقة طويل، الشوق السمع تصمة والأمل الفقد جليل، خلوني مغبي وأعمى وما بعرف كيلو ميل، بتأمل فيكي رجاي والصبر الفاتني قبيل، وأنا شايل قديمة معاي، ما تقولي الباقي قليل، يا حليلك في جواي مستقوي وطفح الكيل، وانا كل ما ابني قواي بيهدها طارح ليل، يا حلوه حلاوه الروح ومقصله زي النيل. صحيح شو قهد لك الحلاك؟ والله شديد، يعني الزمن ده صعب ان انت تلقى صديق يكون مستمر معاك، يعني هي صديقتي من اول ابتدائي. بتحسي انه الغربه اضافت لوئام الشعريه شنو؟ شكل الاضافات اللي اضافتها لك؟ من احساس الغربة، مفردات، زوايا مختلفة، اشياء مختلفة. أول حاجة هي حافز إنه أنت تعرف عن بلدك أكثر، عشان لما تجي هنا ما تكون مهاجم، لأنه أي زول بيجي من برا بيكون مهاجم، إنه متهم بإنه هو ما بيعرف بلده وما بيعرف مفرداته، وإنه أنت ما عايش أحوالنا وما عارف الحاصل، مهاجم. أي فحافز إنه أنت تعرف كل حاجة، بيخلي يعني إحساسك تجاه أي شيء، يعني لما تجي من برا احساسك تجاه النيل بيكون اكثر حنيه، احساسك تجاه شاي المغرب والراكوبه لانه انت بتكون حاجه فاقده، فبتكون احساسك عشت تجاه التفاصيل دي بعد ما جيت هنا السودان؟ عشتها الراكوبه والاشياء الجميله. الراكوبه الاشياء الجميله في الاجازات اي يعني عشتها قبل ما اجي السودان، يعني
صورة دائمة طبعاً. لكن عموماً يعني ما بسرع يعني التفاصيل ما كانت بس راكوبة وهنا يعني حتى شفت شكل النيل، شكل الغروب، شكل الخريف عندنا لحد الآن. أنا التفاصيل اللي بتحس بها إن هي مهمة للشاعر، الشروق، الغروب، الطبيعة، الأشياء المختلفة الجمالية، هبة ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، بتحس إن هي فعلا مهمة للشاعر. كل شاعر، ما بس الشعراء، كل زول عنده تفاصيل اللي بتأثر فيه أكثر من باقي. يعني بتلقي زول كلامه كله عن الشروق، وبيشوف إنه الشروق ده بيمثله وبداية جديدة وحياة جديدة وكذا. بتلقي زول كلامه كله عن النيل، بتلقي زول كلامه كله عن الطين. فحسب أنت شكل تواصلك بالحاجات، الحاجات ذاتها أحيانا بتكون تتكلم، يعني بتذكرك ناس معينين، في روائح بتذكرك أشخاص، في جو. أنت مرتبطة أكثر حاجة بشنو؟ أنا مرتبطة أكثر حاجة بشنو؟ بالنيل. يمكن بالنيل لأنه يعني أول حاجة بكون أنا دايرة أشوفه يعني. نعم، هنرجع نتواصل مع ويان بعد هذه الأغنية، خليكم معنا. ثانية تحية للفنانة نسرين هندي. وئام، بتحسي انه الشعر ممكن يكون نافذة لمبدع اخر يعبر بقى عن اشياء مختلفة؟ اكيد طبعا، ما بس الشاعر هو النافذة لمبدع اخر، ممكن انت الشاعر ذاته ممكن يستوحي من لوحة، من صورة، من اي عمل فني ابداعي. انا بتذكر كان عندي نص في فنان تشكيلي اسمه براح الكناني، يعني باسم النص رسمت لوحة من خلال الاسم فقط، خليه مضمون. أيوة النص. يعني وسمتها يعني نفس الشيء، النص اسمه الناس أجناس، واللوحة كانت اسمها الناس أجناس. نستمع له ولا سمعنا نص ثاني؟ لا نسمع الناس. نعم. أجناس بيقول: في ناس لا لانت يوم لا رقت، وناس دمعات ولا بتجف، وناس دغرية وضربها واضح، وناس شغالة تدور وتلف، وناس لاعبين بالفقرة طواقي يلبسوا في الريسين بالصف، وناس تتحاشى لقاك بالصدفة، وناس أشواقة تلفك لف. في ناس بتقدس معنى المبدأ، وناس ما بتعرف حتى العرف، وناس بتقاسي عشان بس تنجح، وناس بتباصي عشان بتشف. في ناس بتفتش حق أخوانها، وناس لي حق أخوانا تسيف، وناس ما نامت شام مظلومة، وناس تظلم دون عينة تريف. في ناس تحترم الشيخ والوالد، وناس تستهون قولت الأف، وناس بين كاس وندايا ونشوة، وناس بين حضرة ونوبة ودف، وناس بتموت شام ما تتزلى وما تتداس في يوم بالخف، وناس بتبوس كف الآذيها تدعي عليه وبيقطع الكف. أصله الناس أجناس تتباين، أصله الناس أجناس تتباين، وكل جنس جاب له وصف، وانت اختار الجنس الداي تبقى معه في يوم الصف. أصله الناس أجناس. وده حال الدنيا. بعد الفاصل حنرجع نتواصل مع وئام كمان، خليكم معنا. فتعال نبتسم الحماسي في ظلال الأصيل، في ظلال الأصيل. برحب بكم مرة أخرى على الهواء مباشرة، ونحن نختسم أمسية ظلال الأصيل اليوم مع شعرة صاحبة مفردة مختلفة وأسلوب مختلف، الشعرة وئام كمان. مرحبا بك وئام مرة ثانية على الهواء مباشرة. وئام، بتفتكري إنه الشاعر لابد إنه يكون متمرد عشان يكتب نص مختلف؟ هو إذا النص مختلف معناته هو ما بيشبه باقي الحاجات، إذا ما بيشبه باقي الحاجات معناته أكيد متمرد. وما في نص بيجيك نص مختلف ومتمرد ما لم أنت يكون إحساسك في اللحظة ديك متمرد. ممكن تكتب نص مختلف بس انه يصل للناس ويكون احساسه صادق. التمرد بالنسبه للشاعر شنو؟ مفرده مختلفه، مفرده قريبه للقارئ، ولا شكل المضمون او الشكل العام للقصيده انه ذاته يكون بطريقه مختلفه، او الدوزنه حقه المفرده؟ يعني بالنسبه للشاعر موضوع يعني كبير، ما بس موضوع
المفردة. يعني انت ممكن تتمرد على المفردة وتتمرد على اسلوبك اللي انت تكتب به او الناس عرفتك. مثل زول بيكتب عن حب وفجأة جا كتب له عن حاجة في الوطن او كتب له او زول بيكتب اصلا عامية وجا كتب بالفصحى او العكس. فده برضو بيعتبر تمرد. بس التمرد اللي بيكون ملموس اكتر بالنسبة للمتلقي هو التمرد الفكري. يعني في الفكرة ان تكون فكرتك هي المتمردة، سواء انت متمرد على نفسك، متمرد على المجتمع، متمرد على احاسيس معينة، على اي حاجة هي بتصل للزول بعد ذاك. شنو بيخلي وئام انها هي الان لازم تكتب قصيدة؟ بهيج الاحساس اول بيشعل احساس الشعر عن وئام؟ مفهوم الاستفزاز. يعني استفزك موقف، استفزتك حاجة، استفزك احساس، او حتى استفزك نص وحسيت ان انت عايز تجاريه او ترد عليه، او حتى لو لزول تاني. يعني بتكون حاسه، يعني انه مجرد انه انت تحس انه انت قدرت تعبر عن حاجه وما عارف توصلها كيف، او ما عارف تصيغها كيف، ده بيستفز احاسيسك وبيخليك انت عايز. في نص حدثتي ما قادره تكتب عنه، مرات الشعر بيجي احساس زي ده انه في موضوع الى الان هو ما قادر يكتب عنه بمفرده شكلها كيف. الامومه، الام تحديدا. ما بقدر اكتب عن الموضوع ده، بحس انه قدر ما اكتب في نقص حاصل، بيكون حيكون في نقص وبكون في تقصير وبكون في، يمكن لقدام اقدر اكتب، بس هسه حاليا هسه في الوقت ده ما بقدر اكتب عنه. طيب يا وئام، اللي بينزل لوئام الان بهذا العمر وهذه المفردة المختلفة، وانت قلتي انك انت اقرب للنيل دائما، بتلقي روحك ان كل مفرداتك قد تكون اقرب او بتستوحي الشفافيه حقتك من عذوبه النيل. بيخطر لهم دائما في بالهم انه وئام دي هي من نون، من بنات جيلهم، من افكارهم. بتفتكر انك انت لازم تعبري عن هموم ومشاكل واحلام، ولا ما بالضبط كده؟ ممكن تكتب عن مواضيع مختلفه تمستهم بطريقه اخرى، يعني غير مباشره. يعني كون الناس اصلا من حقبه زمنيه، من جيل واحد، فمعناه انه الافكار اصلا والمشاكل واحده، وبالتالي الاهتمامات حتى لو ما واحده هي متشابهه. وكون انت يعني التعبير عن الانثى يعني هو التعبير عن الانثى بكافه مراحلها العمريه. بيحتاج تركيز وبيحتاج مصداقيه، لانه ممكن النص يكون جميل بس ممكن ما يكون، يعني ما لقى قبول عند الاناث، او حسوا انه الحاجه دي اجحفت في حقهم، او ما نفس الشيء اللي هم كانوا متوقعينه، او حتى ما بتشبه احلامهم. والاسوء انه ممكن تكون ما بتعبر عنهم، يعني انت تكتب شيء تحس انه هو ما بيعبر عنهم. فالتعبير عن الانثى بلسان الانثى صعب جدا، مع انه يفترض يكون اسهل. لا، ما سهل، لانه في فرق بين انك تعبري عن نفسك، عن فكرك او عن كذا. يعني انا في قصايد قلتها بصيغه المواطن مثلا ممكن تكون، او بصيغه الزول السوداني، بغض النظر عن انه انثى او رجل. تعبر عن نفسك وعن افكارك ده حاجه، تعبر عن الانثى واحاسيسها والحاجات اللي انت بتحس انها هي حقتها براها، وانه طيب الشاعر دائما هو اكثر حساسيه، وكل شيء بينظر له الانسان العادي بنظره عاديه، الشاعر قد ينظر له بنظره مختلفه، بزاويه مختلفه، بشكل اعمق اكثر، عنده طريقه مختلفه تماما. بتلقي نفسك انك انت تواكبي الاحداث شعرا او ما يدور في الساحه؟ هو بالتاكيد انت عشان تتطور، يعني ما في زول بيكون براوم، انت عندك الموهبه، ده موضوع. عشان انت تطور نفسك انت المفروض تسمع وتقرا وتستفيد من التجارب اللي حولك وتشوف الناس بتتكلم عن شنو. بالنسبه للشباب اهتماماتهم في الغالب بتكون متقاربه، افكارهم متقاربه، لكن الصور بتختلف من شاعر لاخر حسب البيئه، حسب الاسلوب، حسب النظره، يعني وجهه النظر، الحاجه اللي انت عبرت عنها بوجهه نظرك. انا ممكن اتكلم في نفس الموضوع بس من زاويه اخرى. يعني فعشان كده انت لازم تكون، يعني لازم تكون مواكب، لازم تكون عارفه الشباب بيفكروا كيف. وشعرا ماذا تسمعين؟ شعرا نقول برجاكي. نعم نسمع. نشفت ريق الغيم، خليتي أرضي دبور، لا لاح نسيم وهواك، لا برق ولد نور،
لا نقنقت مطر ولا فار وراك تنور، ولا يوم جبر طلق خاطر النوى المكسور. راجيكي دون ميعاد، راجيكي دون ميعاد، شايل الحنين والشوق، زاد الصبر والزاد بيمر ريوت مشروب، والنار بلا وقات قايد الحشا المحروب، والفرقة ما بتنراد ولقاكي بات ممحوك. أمسك مشى وما عاد، باكرك صبح مسروق، وأحلامي بعدك عاد، شريته فوق السوق والطابق المستور، وفتحت بالآمال والخاطر المغبون في الناصية طبلية مليانة ريد وجنون، بالقدرة مبنية راس مالها بكرة يكون، مفتوحة بالنية لا عرفت المليون ولا وردت مية، وانا حارسة ومديون. يا شمس رغم الزور مترقب الآمال، رغم الحق المبيوع فترام من الترحال، صبح البدن موجوع رغم البعاد الطال، رغم العطش والجوع والباطل اللازال والمافي والممنوع، كالضبط يوما قال حبل العشم مقطوع، مقطوع لسان الحال، دياني ما مشكور، شكر رواكيبي فوق الخريف الفات، شكر زماني الآت، راجيكي كلمة حن غناية طول مات. لا خير في الجفلة ولا الوقفة سمحات، وأحلامي بيقيدي يتمحرك الرايات، بحالي تد عصفا وأفكاري لافة سور، حوامة بالفطرة فاتت كلاب الحر، سعرانة فد مرة ما فارزة قولة جر، مخنوقة بالعبرة ساقياه ريدي المر، جريته توب بكرة وجبدت من الجر، علقته في الذكرى وصريته ريدي كسر، وصحيت على فكرة رجاكي رغم الزور ومحال سواك أدور. جميل جدا. شكرا لك يا وئام. وئام بتلقي الحرية المطلقة في كتابة الشعر، ولا دايما بتسيطر عليك فكرة انك انت امرأة والمرأة لازم تكون عندها حدود؟ حدود المرأة ما حدود المفروض يقيدها بها المجتمع. يعني هي من نفسها المفروض تعرف انه هي ممكن تكتب عن شنو او ما ممكن تكتب عن شنو. ما 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 انقاص من حريتها، لكن في النهاية انا انثى بكتب للاناث، زي اذا انا الحاجة اللي بكتبها لهم هي ما حتلقى قبول عندهم، ما حتعبر عنهم وعن طريقة تفكيرهم، ما في معنى من انه انا كتبتها يعني. طيب الشعراء دايما متهمون بانهم بيفكروا تفكير عاطفي اكثر. ليه ضحك؟ طيب بتعتقد انه هم بدوا الامور اكبر من حجمها؟ لا، بس هم بيحسوها يعني بتقبلوها بحساسيه اكبر، يعني لانه على وجه الخصوص لو كانت امراه كمان، يعني هي المراه اصلا كائن حساس، لو حتكون اصلا هي صاحبه موهبة وكذا، فبيكون تلقيها للحاجات دي بيكون حساسيته أكبر، فالموضوع بيتقبلوا بحساسية. الآن في عدد مقدر جدا من الشاعرات المميزات، أسلوب إلقاء مختلف تماما وجميل جدا، بتفتكر انه السبب ده لشنو؟ لانه هل زادت مساحه الحريه، ولا زادت القنوات الفضائيه، ولا زادت مساحه الاعلام اللي من خلالهم قدروا او منابر وصلوا زاد وعي المراه في وعي المراه، وزادت رغبتها في انها هي تظهر حقها بعيدا عن كل الحاجات الثانيه. الابداع لا يصنع، لكن هو الابداع اصلا موجود يعني. الابداع موجود، لكن الوعي انه انا ابداعي ده المفروض يطلع، انه انا المفروض انه انا اطوره، المفروض انميه، المفروض يوصل للناس، بغض النظر عن 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 كل القيود الثانيه اللي كانت قبل كده بتخلي المراه محجمه. المراه الان هي براد بتسور يعني. فالسبب رغبتها هي في انها هي تحقق شيء. الرجل في حياه المراه الشاعره ممكن يكون اضافه ولا خصم؟ اكيد اضافه، مهما كان يعني الاب والاخ والزوج وحتى والصديق والزميل والابن
دل كلهم اضافه. حتى الصور اللي هي بتشوفها انها سلبيه في حياتها، يعني كان عندها حبيب مثلا وهجرها، كان عندها زول ضايقه او كذا، في النهاية هي بتضيف لك تجارب، ما في تجربة بتكون خصما على البني آدم، يعني عموما ما بس الإناث تزيدك حساسية وشفافية ومعرفة ودراية. نعم، احنا بنشكرك يا وئام، احنا وصلنا لختام حلقتنا الليلة وحنسمع شعر منك. بشكر مشاهد قناة الشروق، بتمنى ان تكون هذه الجلسة الجميلة والخفيفة وهذه الكلمات المختلفة والمتمردة والاسلوب المختلف من وئام كمال يكون نال الرضا والاحسان بالنسبة لمشاهد قناة الشروق. شكرا لك يا وئام. العفو، شكرا، شكرا لك كثير. مشاهد قناة الشروق، نسمع منك نص. يا بني ارح اقليه البن، يا مسودنا فيني عروبة الكلمة أصالة ونخوة مروة وحن، ويا مدكنا فيني سمار أفريق، يا ممالك نوبة حضارة وفن، ويا معجنة من تيراب القيف بيموية النيل معجونة عجن، ومجننة كل الرادق جن، داويه البن زيديه الكيف، خليه تقيل زي هم البي ما دايره خفيف، يا أجمل طيف كيفني كيف وكيفنا البن، يا بنية سلام مقتول في قفص أحلامنا حمام، هتقطع كيف صبح أقسام، يا السمح الزيف ولع نيران المنقد، وكيف هبابتك زايدة النار درام شان تقلي البن، يا نسمة تبرد حر الصيف، يا دافية برغم البرد الجاف، ما عارفك كيف محتملة الجور القبح مخيف، والزمن الصبح سنين وعجاف، يا مسودنا فيني غنى والريدة مدن ورياف، مجنونة حروفا مرقت من حسنك أوصاف، وأنا جد أدمنتك وتخطيت حد القرياف، قرياف البن يا نبتة وكوش وكنداكة وحكامة وحرة، يا أحلى عروس حورية ومتقلدة درة، ويا معبد في منطق هميروس، وقارك ضاها جبل مرة، ويا الطيبة وشي ديما بشوش، معشوقك ليك النم جرة، وأنا زور راكوبتك وهذا الحوش، وجبنتك أنا بشربة مرة، وراميني البن يمشط شعرك بإتقان، يسارق ضفايرك من الليل كيف حاكيت قوام الباني، يا شايله شموخك من توتيل، يا لونك للابنوس ادهان، ومزاجك جامح زي النيل، يا موطن دون كل الاوطان، ودرني ودر قبل شليل، عينيك تفوح بريحه البن، وانا داير اصبر وغالبني، والله متصبر بيك انتي، ما قادر اصرخ من وجعي، وشايفك موجوعه وكابرتي، حزني المردوم جريه وجبال، حزنك زي توبك جرجرتي، وانا قلت تزيل الحسر البي، قلبي المغبون ما صبرتي، ويا بنية مليتي دواخلي هموم، لرتيتي علي لا قدرتي، وبدل ما تيقني عاشقي كيف جهجهتي مريدك وحيرتي، وكيفين زودتي الهم جواي، دمي البفتيك كيف فورتي وفورتي البول. قالوها طلعتنا وهي تزهو في زغلال طار الخمائل إذ ذهت وتمايلت أطفالها شدوا طروبا في وتناثرت باغات ود جارف فكر أصيل، فتعال نقتصب الحماس في ظلال الأصيل.